السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ التوقعات بتاعت آخر حلقة من مسلسل البرنس، أرجو الاشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف التفاصيل الحلقة الأخيرة بتاعت مسلسل البرنس. بالنسبة لحمادة، هنتكلم على حمادة لما دخل السجن وفي قضية سرقة وخد 3 سنين سجن، وأهل نور فكوا الخطوبة. حمادة هيطلع من السجن وهيتغير 180 درجة علشان يثبت لرضوان ونور ان هو اتغير، وهيتقدم لنور وهيتجوزه في اخر حلقة من المسلسل. اما بالنسبة لرضوان، فطبعا هو لسه صغير، بس هو بيحب علا من قبل ما يتجوز لبنى، وطبعا هيروح يتقدم لعلا وهي هتوافق وهيتجوزه، وكل هيفرح لهم وهيبارك لهم بما فيهم اخوات رضوان. اما عن عادل في الحلقة الاخيرة، فهو هيبطل يتعاطى المخدرات وهيتغير 360 درجة، وهيكون الكلام ده بفضل رضوان، هو اللي هيغيره للاحسن، وكمان هيتجوز البنت اللي كان بيحبها الاول اللي كانت صاحبته. اما عن عبد المحسن في الحلقة الاخيرة، فهو هيطلق الرقاصة بعد ما فتح معاها الكباريه، اللي هي رقاصة عظيمة. بعد ما فتح معاها الكباريه هيطلقها وهيبدأ يمشي في الطريق الصح. فاما عن فدوى، ففدوى هتعرف ان فتحي هو اللي ما بيخلفش، وكان بيخدعها طول الفترة اللي فاتت دي، وهتطلق هتخلعه وهتتجوز ياسر. وكمان البوليس هيقبض على فتحي وياسر ورأفت بعد ما هيتمسكوا بمخدرات، وهيتحكم عليهم بفترة كبيرة في السجن. اما عن المشهد الاخير والمشهد المنتظر في المسلسل البرنس، هو رضوان البرنس هيفهم اخواته وصية ابوهم، علشان كده ما كانش راضي يديهم حقهم في الوقت ده. وكمان رضوان البرنس هيبقى غني جدا في اخر المسلسل، وهيكون عنده اموال كتيرة جدا بلا حدود. وبكده هتكون دي توقعات اخر حلقة من مسلسل البرنس، وارجو الاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.